قبل بس ما اتكلم مع حضراتكم على اي شيء، ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعه 8 يحتفل النادي الاهلي بالنجمه العاشره اللي هتتحط على كل ما يخص النادي الاهلي. ان شاء الله احتفاليه كبيره جدا جدا، واحتفاليه ان شاء الله تكون مبهره جدا جدا. وطبعا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي سوف يتم نقل هذه الاحتفاليه حصريا على قناه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 8. عاملين لحضراتكم ان شاء الله يوم الثلاث حاجه رائعه جدا جدا. طبعا النادي الاهلي يستحق مننا كل شيء حلو. النادي الاهلي خلال الفتره السابقه بطولات كثيره جدا جدا وامور كثيره جدا جدا حدثت خلال الموسم اللي فات، وبالتالي يجب ان نحتفل او يجب ان يحتفل جمهور النادي الاهلي بالنجمه العاشره وبكل ابطال الفرق اللي كسبت اي بطوله الحقيقه خلال الفتره السابقه، لانه كل اللي بنشوفه خلال الايام اللي فاتت دي هو موضوع ان هناك بعض الانديه الاخرى اللي بتكسب بطولات، من حقها ان هي تحتفل ومن حقها ان هي تفرح. ده شيء طبيعي جدا لان احنا بنعمل كده، النادي الاهلي بيعمل كده، بس احنا بنعمل كده كل شهر او شهرين. وزي ما شرحت لحضراتكم خلال الاشهر السابقه ان دايما لما بنيجي نتكلم احنا بنتكلم من خلال ارقام واحصائيات، ما بنتكلمش لمجرد ان احنا طالعين نستعطف الناس او علشان احنا نضحك على بعض الناس، وده مش حقيقي.